رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، وضيفنا اليوم المدرب النادي الافريقي انور عياد، ونحكيو ديما عن النادي الافريقي واكيد موضوع انتخاباته وموضوع الساعه. معنا بالتليفون السيد احمد كندرة رئيس لجنه الانتخابات التابعه للجامعه التونسيه، ناخذ منه التاكيد حول تقدم قائمه واحده اللي هي قائمه محمد علي البغدادي. سيد احمد اهلا بك. دونك الحدث اليوم انتخابات النادي الافريقي، تاكد لي المعلومه تقدم قائمه واحده للانتخابات لحد الان. الى حد الان بعد ما تسكر باب الترشحات عندنا قائمه واحده، هي قائمه السيد محمد علي البغدي. تقدمت ما تقدرش تشوف وتنظر في القائمه هذه مستوفيه شروط ولا؟ مع الخمسه عندنا اجتماع اللجنه المستقله للانتخابات بجامعه تونسيه لكره القدم، وباش ندرسوا الملفات اللي قاعده وان شاء الله نجاوبوهم. احنا بالقانون بطبيعه الحال لازم نجاوبوهم في ظرف 24 ساعه. اليوم لكن اليوم ان شاء الله الجواب يكون في اقرب وقت ان شاء الله. اليوم معناها نفهم اقرب وقت؟ بحول الله بحول الله. احنا عندنا اجتماع مع الخمسه نتاع العشيه وتو ندرسوا الملفات ونجاوبوكم ان شاء الله. سمعت اليوم فما مرشح ان كل الرقم تاعو مش مكتملين هكا، ولا رجع حتى باش يجيب ورقه ولا حاجه هكا عضو في القائمه؟ لا لا، بالنسبه لنا احنا البيرو دور القاعده مسكر محلول الى حد التوقيت اللي دار. ما جانا حتى مطلب اخر، جاونا مطلب فقط نتاع قائمه محمد علي. لا مش مرشح، عضو في قائمه البغديري. ايه كانت عنده ورق ناقصين حاجه هكا؟ والله انا تو باش ندرسوهم ملفات تو، ما نجمش نجاوبك الا ما ندرس الملفات هذا. وقاموا تعرف فما خدمه تصير في البيرو دوردر يتسجل، فما عدل تنفيذ حتى عاين عملية الإيداع، فما احنا تو باش ندرسوهم ملفات وتو نشوف انا هو اللي ملفه ناقص وانا هو ملفه كامل. وخمسة أعضاء أتأكد للمعلومة في القائمة. خمسة أعضاء، رئيس وأربعة أعضاء. بالنسبة لموضوع الانخراطات سيد أحمد، كان علاش رفضتوا 27 انخراط؟ أنا تو بالفعل هو العدد الرسمي قعد هو 3161 انخراط وقع قبول. يعني هذا بداية من الغد إن شاء الله في مستوى الرابطات يجب تسلموا بطاقات البحث بداية من الغد. وبالنسبة ل 27 ملف وقع رفضهم لأسباب مختلفة، فما نقص، فما ربما لقينا بعض البطاقات معناها الانخراطات القديمة قاعدة تتعاود نفس العدد، لقينا بطاقات معناها ما عندهاش حتى قيمة من الناحية القانونية. خذينا قرار برفض 27 مطلب، و 27 مطلب هذوما باش يكونوا قرارات معناها معللة ويقع عليهم كل طرف بقرار رفض، وبامكانه معناها من الناحيه القانونيه استئناف قرار اللجنه المستقله للانتخابات امام لجنه الاستئناف للجامعه التونسيه لكره القدم. معناها باش يجي هو يتصل بالرابطه يلقى القرار نتاع الرفض، وبامكانه معناها باش يستئنفوا في ظرف 24 ساعه. كان فما شبهات حول شراء بعض الاصوات من قبل شخص وحيد، ظهر لي كان زكى عدد كبير من الاشخاص، هذو مش عملتوا فيهم سيد احمد؟ بالنسبة لنا احنا طبقنا قانون النادي الافريقي، قانون في الفصل التاسع يخول معناها الكل منخرط، زوز منخرطين سابقين باش يعملوا تصريح على الشرف، لكن للاسف الفصل التاسع من القانون الاساسي للنادي الافريقي ما يعطيش سقف، ما يقولش معناها كل منخرطين عندهم الحق بيصحوا في 10 او 50 او 30 تصريح على الشرف، معناها محلول. جينا بالفعل لاحظنا انه فما 3 أو 4 من الناس معناها ممكن عملوا لنا قرابة 400 و500 تصريح حار الشرف، القانون يسمح بذلك، قانون الأساسي النادي الإفريقي ما يمنعش ذلك، لكن احنا لاحظناه حتى مع اجتماعنا مع مسؤولين سابقين النادي الإفريقي وحتى مع من كان هو رئيس النادي الإفريقي سابقا، قلنا لهم أن الموضوع هذا يعرفوا ويعرفوا أن القانون الأساسي النادي الإفريقي يسمح بذلك. ان شاء الله بصير في المستقبل يتبدل القانون هذا موضوع اخر. اخر سؤال، الامور اللوجستيه تحدد وين الجلسه ولا مازال؟ والله ان شاء الله في تو كي جانا المطلب معناها نتاع ترشح تو باش نحددوا المكان ان شاء الله في قريب العاجل، ما نتصورش في 24 ساعه، ممكن اقصى تقديم يتحدد المكان بحول الله. يعطيك الصحه، شكرا لك السيد احمد كندرة على كل هذه التفاصيل.